أهلا وسهلا بالجميع في هذه الورشة الجميلة. سنقوم بهذه الغرزة الجميلة وهي الغرزة الممتلئة، وهي نوع من أنواع غرز الكروشيه التونسي، تسمى بالغرزة الممتلئة لأنها كما ترون هي ممتلئة جدا. هذا هو القفاء وهذا هو وجه القطعة. ولكن قبل البدء بهذه الورشة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس و مشاركة الفيديوهات. اليوم بهذه الغرزة الممتلئة من الكروشيه التونسي، نحن بحاجة إلى خيط من الكروشيه وإبرة كروشيه تونسي. كل يختار الخيط الذي يناسبه ومقاس الإبرة التي تناسبه. أنا هنا سأريكم فقط كيف نقوم بهذه الغرزة. سنقوم بالدائرة البداية، عقدة البداية كما لدينا في فيديوهات تشرح ذلك. سأرتفع بعشرة غرز سلسال. سنقوم بالسطر الأول بالغرزة الأساسية للكروشيه التونسي كالمعتاد. دائما نبدأ بالسطر الأول للكروشيه التونسي، الغرزة الأساسية، قبل أن ننوع الغرز. إذن 4 5 6 7 8 9 10. سأتجاوز الغرزة الأولى وأبدأ في الغرزة الثانية مباشرة. سيبقى دائما لدي 10 غرز على الإبرة. إذن أنا الآن بصدد القيام بالغرزة الأساسية للكروشيه التونسي التي سبق وتم شرحها. لفة على الإبرة نخرج الغرزة الأولى فقط، ثم لفة ونخرج غرزتين بغرزتين، لفة وغرزتين، غرزتين، غرزتين إلى آخر السطر. هذه هي الغرزة الأساسية للكروشيه التونسي. والآن سنقوم بغرزة الكروشيه الممتلئة. كيف سنقوم بها؟ سندخل في الفراغ بين الغرز، لن ندخل في وسط الغرزة، بل سندخل في الفراغ المكون بين الغرز. كما تلاحظون بين الغرز يوجد فراغ، نحن سندخل في وسط الفراغ. إذن سنتجاوز الفراغ الأول وسنبدأ بالفراغ الثاني. ندخل داخل الفراغ كما تلاحظون، وسط الفراغ وليس وسط الغرزة، الفراغ بين الغرز. ثم نأخذ آخر غرزة كالمعتاد ليكون العمل نظيف. لفة على الإبرة نخرج الغرزة الأولى، ثم لفة، غرزتين، 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 هكذا إلى نهاية السطر. هذا هو السطر الأول. السطر الثاني سنقوم بنفس الشيء، سندخل في الفراغ الذي بين الغرز. إذن سنتجاوز الفراغ الأول وسنشتغل في الفراغ الثاني مباشرة. ندخل في الفراغ كما تلاحظون، هذه الغرزة لن ندخل وسط الغرزة كما قمنا سابقا، بل في الفراغ. هذا هو الفراغ بين الغرز. لفة على الإبرة ونخرج غرزتين بغرزتين. كما تلاحظون جيدا هنا بدأت بالتكون، لاحظوا جيدا هذه الغرزة. سأتقدم بسطر آخر سأشرح لكم مرة أخرى. سنتجاوز الغرزة الأولى، سنتجاوز الفراغ الأول وسندخل في الفراغ الثاني مباشرة، في الفراغ بين الغرز كما سبق وشرحت. ندخل داخل الغرز، بين الغرز عفوا، ليس في وسط الغرزة بل في الفراغ بين الغرز. لفة على الإبرة نخرج غرزة واحدة، لفة على الإبرة، غرزتين، غرزتين، غرزتين إلى آخر الغرز. بهذه الطريقة، هذه هي غرزتنا، شاهدوا ما أجملها.
هذه هي الغرزة الممتلئة للكروشيه التونسي. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الورشة ومن هذه الغرزة الجميلة للكروشيه التونسي. شكرا على حسن متابعتكم. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة.